وش في خاطرك؟ حلقة جديدة من معرض الكتاب، نبث لكم رسائل مهمة مع لقاءات سريعة. وش في خاطرك؟ يقوم بشراء الكتاب ولكنه لا يكون كزينة في البيت أو أثاث، وإنما يكون في البيت هو كمدرسة أو مرجع أو موسوعة أو رصيد أو كنز، بما معنى يرجع إلى ذلك الكتاب في كل مهمة، سواء كان يقرأ ويحفظ ما فيه أو يرجع إليه في المهمات عندما تلم به الحاجة إلى بحث عن مادة أو كلمة. وش خاطرك؟ أنه من اقتنى كتاب فيهتم به كثير الاهتمام ويستفيد منه، لأن الإنسان الكتاب هذا لابد أن له يعني وقع في نفسه، أو أحب هذا الكتاب، أو أحب طبعا استخراج معلومة منه. فلذلك يجب على الإنسان أن يهتم بالكتب هذه بعد شرائها ولا يتركها على الأدراج. وش خاطرك؟ الأطفال الصغار أو الناشئة، فإن هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة مستمرة في أخلاقهم وفي دينهم وفي مطالعاتهم والكتب التي يأخذونها. لا بد علينا أن نتابعهم وأن لا نغفل عنهم، فقد يأخذون شيئا من الكتب ما يضرهم في دينهم وفي أخلاقهم وفي عقولهم، وبالتالي عندما يأتون لأنفسهم بالمضرة يأتون بالمضرة لمجتمعهم ولأمتهم. وش خاطرك؟ يأخذ بالمنهجية ويحدد أهداف ويساعد أبنائهم وأسرهم على قراءة هذه الكتب وعلى تلخيصها وعلى مناقشتها، وأن تكون لكل أسرة جلسة عائلية أسبوعية لمناقشة ما قرأوه في الأسبوع، حتى تؤتي هذه الكتب ثمارها وتعطي أكلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وش خاطرك؟ بأن لا يكتفوا بمجرد الاستعراض والمرور على المكتبات، ولكن لشراء الكتب ومن ثم قراءتها والاستفادة، إما تحويه من مادة، عسى أن يقوم ذلك بترقية الأداء وترقية الثقافة عند الإخوة القارئين جميعا إن شاء الله. وش خاطرك؟ حقيقة معرض الكتاب فرصة ثمينة لمن أراد أن يتعلم وأن يستفيد وأن يستزيد وأن ينفع نفسه في هذه الحياة، يثقف نفسه ويثقف من حوله من أبنائه وأهله وجيرانه وأهل بلدته، فالثقافة هي السلاح الفعال الذي ينبغي للإنسان أن يتسلح به في هذا الزمان، في زمان أصبح فيه العالم قرية واحدة. وش خاطرك؟ بشكل عام لجميع الأخوة، إن لا يتوقع في جهة معينة أو في فن واحد معين خاص القال لبحث عن المعلومة أو قاءة تكون للمعلومات، لا يتوقع في مجال معين، بل يقرأ في شمولية كتب ويقرأ في جميع الكتب على أساس يكسب معرفة ولا يختزل المعرفة في فن واحد من فنون العلم. وش خاطرك؟ لابد الإنسان أن يطلع عموما، سواء كان في أصبح الآن متعلق الطب متعلق بالإنسان، السياسة يعني وهذه الأحداث التاريخية متعلقة بالإنسان، العلوم الكونية متعلقة بالإنسان، هو بحاجة. لكن أيضا الإنسان عنده أيضا تخصص، التخصص لابد الإنسان أن يكون متخصصا، الإنسان لا يولد عالما في كل شيء كما يقال، لابد أن يكون أيضا متخصصا، سواء متخصص في الفلسفة، متخصص في الفكر، متخصص في الأدب، متخصص في العلوم التطبيقية أو حتى أي علم من علوم الإنسانية. فلابد هنا أيضا أن يوازن، يعني أن يحاول أن يأخذ ما يتعلق بتخصصه وأيضا يحاول أن يأخذ ما يتعلق بثقافته العامة، هذا يطالب حتى الإنسان يكون متسلحا. أيوة، القرآن دعا كل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، يعني ماذا تسير؟ تسير في الكون، تسير في البحر، تسير في هذه الأرض، تسير بالنظر، تسير بالقراءة، تسير بقراءة التاريخ والأمم الأخرى، كل هذه الثقافة ستكون قاعدة لهذا الإنسان. وش خاطرك؟ احنا ناكل لشان نعيش، إذا ما قرينا وإذا ما طالعنا لن نكتب. عدا عن ذلك القراءة تفيد في أمور كثيرة، خاصة المتخصصين وخاصة الباحثين وخاصة
اطلاع في اطلاعنا على الأمم الأخرى في إنجازاتهم، في الاطلاع على التاريخ، على تاريخنا إحنا، على تاريخنا الشفوي كمان. كمان القراءة، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن ينزل الديانات لأهل الأرض ما أنزلها إلا بالقراءة، فقال سيدنا الرسول الأكرم والأعظم اقرأ، حيث بدأ الإسلام بإقرأ. وش خاطري؟ ولا نحصر أمورنا في التقنية الحديثة ونترك الكتاب، فهو الكتاب هو الأصل، فالقرآن الكريم هو دستورنا، والحديث الشريف نفس الشيء مكمل للدستور. وطبعا الإنسان ينهج هذا النهج ويتسع ثقافته ومداركه وعلومه في هذه المطالعة، ولا يقتصر في الوسائل الحديثة التي عبارة رؤوس أقلام وليست يعني تؤدي المعنى أو الغرض اللازم.